ازاي تتعامل مع الحلاق؟ ده هيبقى موضوع حلقتنا النهاردة، وانا بتكلم جد ما بهزرش، لان زي ما في كتير من الحلاقين كويسين، في منهم استغلاليين وماديين وتعبنا في حياتنا. ايه يا ابن البلغة في ايه؟ مفيش، اصلا متضايق بس شويه. طب ما تخلي بالك يا عم نوفل. الله، وهقول لك على نصيحتي ليك في اخر الفيديو. في البداية هقول لك على نبذة مختصرة عن تاريخ ظهور الحلاق. بداية ظهور الحلاق كانت في الحضارة اليونانية في القرن ال15، وبعد كده ظهر في الحضارات التانية، ومن أيام الفراعنة لحد أواخر التسعينات فضلت تسعيرة الحلاق شعر ودق ثابتة ما بتتغيرش، وهي ال5 جنيه، وفضلت ثابتة على كده لحد ما انتشر استشوار الشعر وفرده بشكل كبير. بالرغم من ان الاستشوار من ايام ال50ات لحد اواخر ال90ات كان بيستخدمه الفنانين والطبقات العالية بس، وابتدوا الحلاقين انهم يغلوا في سعرهم من بعد ثورة الاستشوار الكبيرة اللي حصلت، ووصلت معاهم لانهم ينافسوا الدكاترة والمدرسين. تعال بقى نتكلم في ايه اللي بيحصل معاك من ساعة لما بتدخل صالون الحلاقة. انت اول لما بتدخل بتقعد تستنى دورك او بتحلق على طول لو الكرسي فاضي. اول حاجة بيعملها معاك الحلاق لما بتيجي تحلق، بيروح ماسك منديل الحلاقة ولفه حوالين رقبتك وربطه على اخره، فانت بتتخنق بس بتعديها. بعد كده يروح جايب فوطة الحلاقة ولففها برضو على اخرها حوالين رقبتك، فانت خلاص بتبقى بتتخنق وبتتغرغر وروحك دي خلاص هتطلع. بعد كده يروح جاي موسع لك الفوطة في اخر لحظة، ومرة واحدة وانت قاعد بتحلق بتلاقي الحلاق راح يتحول لإنسان آلي، بتلاقيه بيحلق لك ويتفرج على التلفزيون وبيسمع أغاني وبيتخانق مع زبون، فانت حرفيا بتحلق عند إنسان آلي، وانت بقى بتبقى قاعد دماغك مصدعة ومش قادر. يجي بقى عشان يصرح لك، تحس ان هو ماسك فاس وبيحرد في أرض زراعية، وانت مثلا بتبقى قايل له خف الجناب وقصر من فوق شويه، تروح المكنه صارحه من ايده وشايل لك شعرك كله. تعال بقى عند الدقن، احنا اغلبنا بيحب يحدد دقنه على العالي وما ينزلش بيها قوي، بتلاقي الحلاق راح عمل لك سربرايز كده، بتلاقيه راح مخلي لك دقنك قد كده بالظبط. يجي بقى يعمل لك استشوار، تلاقيه راح معليه على اعلى درجه ويطلع بفروه راسك كلها في قلب الفرشه، تلاقيه بيتغاشم على الكام شعرايه اللي موجودين عندك وانت على وشك انك تقرعها، ومفيش اي معامله ادميه خالص. ولو انت بتعاني من الصلع فانا اتكلمت عن الموضوع ده وازاي انك تعالجه بعلاج اسمه المونوكسيديل، وهسيب لك الحلقه تحت في الوصف اتفرج عليها هتفيدك جدا. ودايما الحلاق عنده جانب التخفيل، تبقى انت مثلا قايل له ما تحددليش شنبي، تلاقيه راح مغفلك ومحدد لك شنبك برضه، يبقى بيشتغل لك بالموس، تلاقيه راح معورك، يروح حاطط لك حاجه على وشك تولع لك وشك اكتر. ودني ودني يا عم نوفل، قلت لك بكره ودني يا عم نوفل. فهو بيتحول من انسان آلي لابراهيم الابيض. تيجي مره واحده تلاقي الحلاق راح قايل لك ايه، اعمل لك شمع على وشك. يا ابني هو انت شايفني ايه، تورته؟ وبعدين الشمع ده عشان يطلع لازم يطلع لك اللحم معاه، يبقى الهيكل العظمي بتاعك باين، تحس خلاص ان انت بقيت في فيلم ذا ماسك، عايز تطلع البتاع ده ومش عارف، ورجاله بشنبات بتبهدل الدنيا وهي بتطلعه، تحس ان هم رايحين يولدوا. يجي بقى بعد المعركه اللي حصلت في دماغك دي يقول لك الحساب 150 جنيه، ليه يا عم ليه؟ هي 10 جنيه وما تفتحش بقك، ده انت بتعمل اللي انت عايزه مش اللي انا عايزه. وانا نصيحتي ليك انك ما تسالوش عن الحساب وتكرمش له ال 10 جنيه في جيبه وتمشي، وده عقبا ليه؟ ما هو ما يبقاش استغلالي ومادي وكمان ما يعملكش اللي انت عايزه. مش كل الكلام اللي انا قلته على كل الحلاقين، لا فعلا في كتير حلاقين كويسين جدا وانت من نفسك بتروح مزود له الحساب. بنهايه الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو سبسكرايب للقناة وشيروا الفيديو لأصحابكم، وشكرا ليكم.